العنف ضد المرأة له أشكال كتيرة وعواقبه الجسدية المعنوية والنفسية مدمرة. ممكن يكون تحرش بمكان العمل أو عنف لفظي بشكل تنمر. يمكن عنف جسدي، يمكن عنف جنسي، يمكن اغتصاب بكلمة للكلمة من معنى. عنف عاطفي من خلال الكلام النابي أو المسبات. عنف اقتصادي بحرمانا من المال ومن حاجاتها الأساسية. دوامة العنف مكملة. بالظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان واللبنانية، العنف ضد المرأة زاد بكل أشكاله. خلينا نكون إلو بالمرصاد، خلينا نقول لأ لأي شخص بيمارس العنف ونبلغ عنه.